حظيت تجربة مملكة البحرين في توفير التعلم عن بعد خلال فترة الجائحة بإشادات إقليمية ودولية، من بين حصول بواباتها التعليمية الإلكترونية مؤخرا على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباع للمعلوماتية في دولة الكويت، إضافة إلى استحسان العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة لهذه التجربة. خلال اجتماع عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021 بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع التعليم من 170 دولة، والذي حمل عنوان بعد عام من الجائحة إعطاء الأولوية للتعليم لتجنب كارثة بين الأجيال. المنظمة أشادت بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في توفير التعليم للجميع بمن فيهم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهته أثنى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الجهود التي بذلها فريق الوزارة المختص بمتابعة البوابة التعليمية الإلكترونية ومساهمته في النجاح الذي حققته البوابة بمساهمتها في توفير التعلم عن بعد للطلبة خلال فترة الجائحة، وبلوغ العدد الكلي للزيارات لها منذ بدء الجائحة إلى الآن أكثر من 134 مليون زيارة متكررة من قبل الطلبة وأولياء الأمور والميدان التربوي. فخورين جدا بالإنجاز اللي حققته البوابة التعليمية، وفخورين وسعيدين بتكريم سعادة وزير التربية والتعليم لفريق العمل القائم على تطوير البوابة التعليمية، وهي تعتبر إحدى الأدوات اللي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة. البوابة التعليمية تعد إحدى المشاريع الرائدة التي انبثقت من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم. بإذن الله تعالى المرحلة القادمة ستشهد العديد من الخدمات اللي بيتم عليها التطوير، وإن شاء الله بتطلع البوابة التعليمية بحلة جديدة بخدمات جديدة متميزة لخدمة العملية التعليمية. اليوم التقينا بسعادة الوزير وشرفنا بهذا اللقاء، يعني كان تقدير لجهودنا في البوابة التعليمية. طبعا احنا في البوابة التعليمية كانت الجهود يعني خلال الجائحة جهود الفريق كانت جبارة، نخدم الطلبة والمعلمين في وقت كانوا يعني بأمس الحاجة للعملية التواصل. نشكر سعادة الوزير باستضافته لنا اليوم احنا كفريق البوابة التعليمية، وإن شاء الله بنبذل مزيد من الجهود لخدمة العملية التعليمية وخدمة الطلبة. سعادة وزير التربية أشاد بالبوابة التعليمية الإلكترونية التي تستند بشكل أساسي إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي، معربا عن شكره وتقديره للمسؤولين في الوزارة ومنتسبي الميدان التربوي على تعاونهم لتحقيق هذه الإنجازات.